عم تبكي معي لأنه أنا عن جد كنت عم ببكي. صعب لأنه حطيت حالي محلها. ليلة واحدة بس، واحدة بيعرف فيها، ما بتأثر على الشهر، نفس الليلة بياخد المصاري. كنت حاسس أني قابلت حدا غير كل شيء قابلته بحياتي. قبل ما أعمل أي شيء ما كان في ناس لأقري، وأنا كتير مهم أنه أقرأ الناس، فبعتولي الحلقات تبع المسلسل التركي يعني نحن شغلنا مستوحي منه بس مش كوبي. درت الشو وصراحة شخصية سارة علقت براسي، يعني بلشت فكر، خلتني فكر أنه أنا شو كنت عملت محلها ومين هي وليش عم بتحس هيك وهو شو بده. فكتير جذبني للدور لأنه دور كتير معقد ومنه سهل أبداً، لأنه بتبلش عندها صعوبات بالحياة، أنه أرملة، أهلها ميتين، عندها ابن والابن مريض، وبنفس الوقت لازم تدفع العلاج تبعه، بدها تدبر شغل بمحل ما كانوا وظفوها إذا عرفوا أنه هي أم وهي عندها ولد، فاضطرت تكذب واضطرت تعمل كتير إشياء ما بيشبهوها كرمال تعيش ابنها. فالشو بيطرح السؤال قديش أنت جاهز تضحي من حالك كرمال تعيش حدا بتحبه، لأنه هيدا إشي أنا حسيتها. أنا خسرت أمي من ورا السرطان وعشت يلي صار عيشته. كنت بلبنان، كنت أمي عندها سرطان، صار في الانفجار، ما كان عندي، ما عم بقدر أخذ مصرياتي من البنك لأدفع العلاج تبعها. هيدا نفس الوضع يلي صار فيه، كتير كان صعب لإلها لتقدر تدبر المصاري كلمين تدفع علاج ابنها. فكل دمعة نزلت دمعة حقيقية، لأنه كنت عم ببكي كونه ما عندي ولد بس كان عندي أم، بعد عندي أم بس مش معي الله يرحمها. فكأنه عايشنا أوقات كتير صعبة، بس كان تحدي لإلي وخليني أشفي نوعا ما، لأنه طلعت كل شيء اللي كان في جواتي، وكأنه كان هالشغل عملته كرمال لإلها. وعم بلاقي الناس عم بيتعاطفوا مع هالشي وعم بيحسوا نفس الشي. في كتير ناس عم بيقولوا عم ببكي معك، عم تبكي معي لأنه أنا عن جد كنت عم ببكي. في ناس بعتوا لي كومنتس لإلي، عم بيعملوا كليبس، عم بيعملوا تاكس فيهم. أنا عم ضلني عم سافر، عم ضلني تابع أكتر ما بقدر الكومنتس، بس عادة ما كتير بقرأ لأنه إن كان سلبي أو إيجابي ما بحب أنه هالإشياء تأثر علي من جوا. بس أكيد كتير مبسوطة من ردة فعل الناس وقديش عم بيتعاطفوا مع شخصية سارة وقدي عم بيفهموها كمان. هيدا الشيء ما توقعته، ما توقعت انه هالقد ناس يفهموا انه قدي الحاجة بتخليك تعمل شيء ما بيشبهك، وعم بيتعاطفوا كلهم مع هالشيء وما عم بيحكموا عليها، بالعكس عم بيدعموها. ما في، لا، لانه لما مثل ما فيك تشوف هلا سارة جامدة اكتر، بالمعنى انه سارة عم تمرق بكتير دراما، حياتها كتير صعبة، بس الفرق بيني وبينها انه سارة بتترك كل شيء جواتها قليل لتطلع الاشياء، وبتطلعهم تدريجيا. انا عموما بالحياه بضلني معبي وبطلع كل شيء، واكثر عفويه من ساره. انا وباسل ما كنا نعرف بعض قبل ما نبلش التصوير، وما تعرفنا على بعض قبل ما نبلش التصوير. اول مره تعرفنا على بعض كان لما عم نقيس التيب، وكانوا عم بيحطونا حد بعض ليشوفوا شو حنلبس باول مشهد. ثاقبت، بس بالعكس كان حظي كتير حلو انه اشتغل مع باسل، لانه مثل ما بتعرفوا باسل من كتير شاطر ورهيب كانسان وكممثل. كانت كتير حلوه البارتنرشيب يلي عنا اياها، لانه النقطه يلي بتجمعنا انا وياه انه اتنيناتنا كتير بنحب شغلنا. وباسل انسان جدي، كتير ذكي، محترم وكتير كريم بشغله. الليله صعب لانه حطيت حالي محلها، حسيت شو كنت عم تحسه وقد ايه بيكون، قد ايه كان صعب، صعب صعب كتير. ما هيدا هو اللي خليني اعمل الدور، بس لانه شفته بالاول، مش لانه تركي بحد ذاته، لانه بعتولي لتسي، بعتولي قصه وين ما كانت جايه من العالم، كانت القصه حلوه. هيدا هو اللي بيعلقني بالعمل، مش من اي بلد جاي منه، هو مستوحي منه كمان.